متواصلين معكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، تحية لمن انضم لنا في هذه الدقائق على السمع وعلى المتابعة. هذا التوقيت اللي يخرج فيه الموظفين أغلبهم من دواماتهم، نتمنى لهم طريق السلامة بإذن الله. تابعنا مستمعينا يوم أمس تداول خبر بشكل كبير، وهو شفاء رضيع بعمر 8 أيام عند تأكده إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19 بولاية جعلان بني بو حسن، حسب ما أفادت المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الشرقية. هذه الحالة أكيد تطلبت التعامل معها بشكل خاص، جهود بذلت من قبل الفريق الصحي هناك بالمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة. نتعرف على هذه التفاصيل وكيف تم التعامل مع هذه الحالة من خلال ضيفتنا عبر هذه المساحة، تهاني بنت حمد الراجحية، مسؤولة قسم التمريض في مستشفى جعلان بني بو حسن، وهي عضوة في الفريق الصحي في التعامل مع هذه الجائحة. تهاني مساء الخير. مساء الورد، حياك الله معنا عبر برنامج مع الشبيبة. الله يحييك شرف. بداية يعطيكم العافية على كل الجهود المبذولة في التعامل مع كوفيد-19، أكيد جهود كبيرة كما هو الحال في جميع المؤسسات الصحية في السلطنة، لكن لما أتحدث عن حالة مختلفة، هي طفل رضيع بعمر 8 أيام يصاب بفيروس كورونا، أكيد هذا الطفل تطلب منكم جهد مختلف سواء نفسي أو صحي في التعامل معه. الله يعافيك أختي. طبعا جهودنا الشيء القليل اللي احنا نقدر نقدمه لسلطنتنا. طبعا الشكر موصول للمدير العام لخدمات صحية جنوب الشرقية دكتور خالد السعيدي، الاهتمام ومساندته لنا دوما. طبعا شكر خاص لجميع طاقم بالفريق الصحي بولاية جعلان بن بو حسن برئاسة دكتورة فاطمة الهاشمي. طبعا إصابة الطفل بعمر 8 أيام كان بالنسبة حتى تحدي كبير، ولعدة أسباب. هو أول طفل يعتبر معنا بالولاية، وإن شاء الله ما تتكرر معنا أن طفل بعمر 8 أيام يصاب بالفيروس. طبعا بداية إصابة الطفل كان هو مخالط حق الأم. من 3 أيام تقريبا الأم مخالطة كانت للأب وهو راجع من عمله. من إحدى المحافظات. طبعا تم تأكيد إصابة الطفل بالفيروس باليوم الثامن من ولادته. طبعا يعتبر بالنسبة لنا إحنا كتحدي، ليش؟ لأن طفل بعمر 8 أيام صعب إنه يقدر يعبر عن مدى الألم اللي يمر فيه. أو صعب مدى يحدد شنو بالضبط المراحل أو الأشياء اللي قاعد يمر فيها من مضاعفات للفيروس. نعم أكيد. أنتوا هناك في مستشفى جعلان بني بو حسن، خلينا نتكلم عن السيناريو اللي تم، كيف استقبلتوا هذه الحالة بداية؟ طبعا تم تأكيد الإصابة عن طريق غرفة العمليات في مركز الولاية. اللي هو مركز جعلان بني بو حسن. تم تبليغ الطاقم الفريق اللي هناك أن تم إصابة الطفل. على طول تم التواصل من قبل الأشخاص اللي هم مكلفين بالتواصل مع الأهالي، التواصل مع الوالدين. طبعا مهمة مهني أن مثلا يسوي له تخفيف أو كسر عامل الخوف لدى الوالدين، لأنه يعتبر أول طفل بالنسبة لهم. الشيء الثاني حاول يشرح الصورة بالكامل، كيفية التعامل، شنو المساندة اللي ممكن يلقوها منا احنا كفريق فريق طبي. المساندة النفسية طبعا بالنسبة لنا شيء كبير او شيء اساسي بالنسبة لنا، وخاصة لأم تمر في مرحلة نفاس. زائد ان يكون هو اول طفل بالنسبة لها. عوامل كثيرة هنا تتداخل، وغير كذا ما تذكري تهاني إن هنا الأب متسبب في النقل العدوى للأم، والأم تسببت في نقل العدوى لهذا الطفل. أيوة كان جدا مهم بالنسبة لحن أن نشيل عامل أن أنا المسبب. وايد بالنسبة لنا وايد مهم. الشكر طبعا شكر كبير للوالدين لأن كانوا بمنتهى التعاون معنا، ياخذوا الارشادات بكل حذافيره. طبعا الحمد لله الطاقم كان جدا جدا متعاون معاهم، مستمر
لما الحمد لله طلعنا، أقدر أقول لما وصلنا لبر الأمان. نعم. بالنسبة هل للأم، كان الطفل في المستشفى أم يعني حالته كانت عادية وموجود في البيت؟ لا كانت في المنزل. نعم. الطفل كان يعاني من حمى شديدة زائد إسهال طفيف. طبعا حاولنا أن ما يدخل اللي هي مضاعفات الإسهال اللي هي مثل الجفاف. فالحمد لله مر بمرحلة اللي هي البكاء الشديد اللي الأم كانت قادرة تسيطر على بكاء الطفل. نعم. ولكن بالمساندة بالاستشارة لأخصائي الأطفال على أساس الإطمئنان لوضع الصحي للطفل، استشارة طبيبة نساء والولادة. نعم. فالحمد لله يعني عدينا المرحلة يدا بيد خطوة بخطوة. نعم. كم استغرق عملية التعامل مع هذا الطفل من أول يعني لحظة عرفتوا فيها أنه مصاب حتى يعني تماثل للشفاء بشكل كامل؟ الحمد لله هو الحين يعتبر الطفل متماثل للشفاء. نعم. هو الأم والأب. نعم. طبعا من يوم كان عمره 8 أيام إلى وصل لين عمر 22 كنا معهم. نعم. طول 14 يوم. نعم. متواصلين في كل الأوقات تقدر تقولي. نعم. لكن مباشرة عملية اكتشاف أن الطفل يعني مصاب بسبب الأم والأم مصابة بسبب الأب، هل هذا الموضوع يعني إصابة الطفل هي اللي قادتكم إلى هذه السلسلة ومعرفة الأسباب بعد ذلك، أم كانت هناك مؤشرات أن هؤلاء كانوا مصابين من قبل؟ يعني الأب طبعا حس بالأعراض على طول، تواصل معنا خط ساخن. نعم. تواصل معنا حس بالأعراض، خذينا العينة وطبعا تم تأكيد الإصابة، بالتالي إصابة الأم نفس الشيء. نعم. وخذينا العينة للطفل للتأكيد، لأن الأم كانت متخوفة يعني أن الطفل تقول يمكن لا يمكن، تعرفي قلب الأم بالأخير. طبيعينا. وخذينا العينة وتم تأكيد إصابة الطفل، والحمد لله من ذيك اللحظة إلى الحمد لله لين تماثل بالشفاء احنا معهم كنا خطوه بخطوه. نعم. يعطيكم العافيه. تهاني الام عندما يعني تكون في هذه المراحل البدايه، مثل ما ذكرتي في مرحله نفاس وفي يعني حتى هي يعني تضع مولودها الاول في هذه الفتره، هل اصابتها بفيروس كورونا يشكل بالنسبه لها ايضا خطر يختلف عن اصابه اشخاص اخرين؟ هي بالنسبه للاصابه بالفيروس تعتمد على حده الاعراض. نعم. المناعه النفسية، الجانب النفسي، عشان كذي ركزنا على نقطة الجانب النفسي. نعم. فحاولنا دائما في استشارات ما بين غرفة العمليات أو الكنترول أقدر أقول. نعم. مع الاستشاريين اللي هم الأخصائيين، فالحمد لله كان في ما في يعني مضاعفات شديدة نقدر نقول كانت ممكن تأثر على الأم بشكل. نعم. كبير، أو ممكن بالتالي تأثر على الطفل بشكل كبير. نعم. كل التركيز أن الأم لازم تستمر برضاعة طبيعية للطفل، وطبعا اللي هي مسؤولة مكافحة العدوى الله يجزيها خير كانت تدرب الأم كيف أنت تأثر الطفل الرضاعة بطريقة صحيحة. نعم. وخاصة أن الأم يعني ضروري أن تكون في تلاصق أو تقارب جسدي بين الأم والطفل. نعم. يعني أتوقع هي هذه المرحلة وإصابة الطفل بهذا العمر له خصوصية مختلفة لما نتحدث عن يعني اللي هي التقارب الكبير الجسدي بين الأم وبين الطفل في هذه المرحلة، ولما يكونوا هم الاثنين أيضا مصابين بهذا الفيروس. فعلا هو هي الإرشادات والاحترازات الواجب اتخاذها قبل الرضاعة، يعني كنا نشرح قبل الرضاعة شنو المفروض يسوي، غسل اليدين، لبس الكمام، تفادي مثلاً السعال أو العطس بوجه الطفل أو أثناء الرضاعة. نعم. الكيفية اللي هي تعقم فيها الأدوات اللي ممكن تساعد الطفل في وقت الرضاعة، ولكن يعني إحنا ركزنا أن ضروري واجب أن تنتي ترضع، يعني نعطي الرضاعة طبيعية للطفل هي الرضاعة خالصة. نعم. ذكرتي تهاني في بداية حديثك أن هذا هو أول حالة لطفل في هذا العمر بالنسبة لكم أو يأتي في المستشفى مصاب بفيروس كورونا، هل فئة الأطفال تحتاج إلى يعني أساليب من الوقاية الخاصة بسبب أيضا نتحدث عن المرحلة العمرية اللي هم فيها وموضوع أيضا المناعة اللي تتوافر لدى الطفل في مراحل عمرية مبكرة، وكيف ممكن أيضا الأهالي أنهم يلعبوا دور كبير في وقاية هؤلاء الأطفال من الإصابة بالفيروس؟ هي التوعية أقدر أقول لها دور كبير مع الوالدين، كيف أصلاً أقي طفلي من أنه يصاب بالفيروس في حالة أن لا قدر الله أصيب الطفل
الاحترازات اللي هي متعارفة مع الجميع. الطفل اللي المعروف أنه وعية بمدى خطورة المرض أو مدى خطورة الفيروس يكون ربما أقل من الأشخاص البالغين أو اللي في المجتمع. فحرص الوالدين توعيتهم دائما الإرشاد اللي نعطيهم إياه التواصل المستمر بيحسس الأهل كمية يعني كمية الوعي اللي المفروض يقدم حق الطفل. وزارة الصحة ما يعني ما قصرت النشرات التوعوية أو الأفلام التوعوية اللي هي تخص الطفل أو توصل لفئة الطفل بدأت تعطيهم وعي كبير. ونواجه الأطفال يعني يوميا، مثلا لو شفنا شخص كبير حاول أنه مثلا يصافح يقول لا ما أقدر أصافحك. فالحمد لله الوعي بدأ يعني يكون حتى بين شريحة الأطفال. ولما نتحدث عن يعني الأب أو الأم اللي هم حتى عاملين في مؤسسات مختلفة يخرجوا بشكل يومي للأماكن اللي هي بيئات العمل فيها طبيعي، حتى وإن كان فيها يعني أسباب وقاية وعدم تخالط، لكن يبقى أنه يخرج إلى مجتمع مفتوح. عملية عودة هذا الأب أو الأم إلى البيت اليوم أيضا تشكل خطر، مثل ما ذكرتي أنت أن الإصابة إصابة هذا الطفل كانت بداية أساسها هي عودة الأب من العمل إلى المنزل، وبالتالي يعني نقل العدوى للأم اللي تنقلت إلى الطفل. كيف ممكن أيضا نكون جدا حذرين كآباء وكأمهات إن ما نكون متسببين في نقل هذه العدوى إلى أطفالنا، خاصة أن الأطفال يعني دائما حتى وإن كانوا في مراحل عمرية مختلفة مباشرة يعني وصول الأم والأب يشكل لهم مصدر يعني فرحة، وبالتالي يعني الجري لحضن الأم أو الأب أو لمسهم مباشرة. هو بالنسبة للعاملين الصحيين طبعا الوزارة مشكورة موفرة جميع الأدوات الوقاية، مع ذلك حرص الإدارة أو حرص المسؤولين أنه لازم تخرج من المؤسسة اللي أنت فيها، خاصة إذا كنت أنت من كادر الصحي أنك أنت معقم إيدك، أنك أنت في احترازات، يعني مثلا الملابس اللي استخدمتها في وأنت في العمل يجب أن تكون بعيدة عن اختلاط بالملابس الأخرى. كل الملابس اللي هي ملابس العمل تكون بعيدة، ما تطلع إلا للضرورة على أساس تقلل مصدر العدوى اللي ممكن أنت تجلبه لمنزلك وأنت ما على دراية. المفروض اللي هو الابتعاد الجسدي. بالنسبة للقطاع الآخر نفس الشيء، حن سمعنا أن بعض القطاعات يتم احترازيا يتم حجر الموظفين من بعد ثم من بعد أسبوعين يقدر يسولهم يعني يسولهم ريليز أو يروحوا يعطوهم السماح أنهم يروحوا المنازلهم. مفروض نفس الاحترازات اللي هي غسل اليدين باستمرار وأبدا عدم التهاون في الموضوع. إذا ما كان عندك الماء المتوفر والصابون عقم إيدك. حاول أنك أنت تباعد جسديا بينك وبين الشخص الآخر. أبدا ما تدخل المجاملات في الموضوع. لبس الكمام في الازدحام نفس الاحترازات أو الوقاية اللي حنا بنتكلم فيها كل شخص أو كل فرد المفروض في المجتمع يأخذ فيها. وأتوقع هذا الكلام أيضا يذكرنا تهاني بالعملية اللي هي هنا عكسية، نحن نحذر دائما الأبناء من أنهم ما يكونوا سبب في نقل العدوى إلى أباهم من خلال خروجهم، ولكن لما أتحدث عن يمكن حتى المسؤولية هنا والإحساس والألم أكبر لما يجي الأب وينقل عدوى إلى طفلة وقد يكون هذا الطفل الوحيد بالنسبة لدي، فهذه أيضا رسالة نوجهها. نحن نقول دائما يعني الحمد لله على سلامة هذا الطفل ويعني عودته إلى والديه مشافى معافى، وهذه جهود أكيد بذلت بعد فضل الله بفضل الفريق الصحي المتابع لحالة هذا الطفل، لكن هي رسالة توجه أيضا لجميع الآباء والأمهات في حذرهم وتعاملهم بعدم نقل العدوى إلى أبنائهم خاصة الأطفال الصغار. أتمنى من كل فرد بالسلطنة فعلا ما يتهاون بالفيروس، لأن للأسف في الآونة الأخيرة سمعنا أقدر أقول من مصدر غير موثوق فيه أن الفيروس بدأ تتخف حدته، الفيروس بدأ يقل. إحنا نقول الفيروس ما زال موجود. ناخذ كل الاحترازات كل سبل الوقاية اللي تحميني كفرد تحمي أسرتي، بالتالي أحمي أقدر أحمي سلطنة
يعني أقدر أحمي بلادي من انتشار أو تفشي فيروس إحنا كلنا في غنى عنه. ويا رب إن شاء الله أضيش في جميع المرضى، وتحية لكل العاملين الصحيين ولكل العاملين وكل الأهالي اللي قاعدين يحاولوا أن فعلا يجتهدوا أن يقللوا من مدى انتشار الفيروس في المجتمع. يعطيك العافية تهاني بنت حمد الراجحية، مسؤولة قسم التمريض في مستشفى جعلان بني بو حسن، عضوة في الفريق الصحي بالتعامل مع هذه الجائحة، وهي تحية أيضا نبعثها لكل أعضاء الفريق هناك بمستشفى جعلان بني بو علي وفي المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الشرقية على جهودهم اللي بذلت، وحمدا لله على سلامة هذا الطفل الرضيع، وتحية لكل المؤسسات الصحية والعاملين فيها في هذا الوطن الغالي على جهودهم العظيمة. شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة ويعطيك العافية مرة أخرى. الله يعافيك. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا هذه تفاصيل يعني المرتبطة بالإصابات اللي تعرض لها الطفل الرضيع اللي كان عمره أيام قليلة، نقلت له العدوى والدته بسبب نقل العدوى أيضا من والد هذا الطفل اللي كان عائد من العمل من منطقة أخرى إلى جنوب الشرقية، لكن هناك جهود بذلت في التعامل مع هذه الحالة. ونتمنى دائما تلك الرسائل اللي تكرر بين فترة وأخرى من كل الأشخاص، سواء المتابعين لهذا الشأن إداريا، للعاملين الصحيين أيضا اللي هم عاملين في المجال النفسي والصحي في التعامل مع الحالات اللي تتعرض لهذا الفيروس. أتوقع جهد كبير يبذل، مثل ما ذكرت الأخت تهاني أن الوضع النفسي للأم وللأب أيضا بكون هذا الطفل كان مولودهم الوحيد كان يحتاج أيضا جهد كبير منهم في التعامل معه. سلم الله الجميع، وإن شاء الله يعني مثل ما يقولوا شدة وتزول، لكن تعاملنا وحذرنا وحرصنا واستحضار المسؤولية هي اللي راح تعبر بنا إلى بر الأمان بإذن الله. نخرج لفاصل وبعدها إن شاء الله في مطلع ساعتنا الثانية نرجع لنواصل معكم باقي محطاتنا.